ديالك، انت هذه هي الهضره ديالك. انت دابا كنتي من العمار ديال البيت ياك، 9 سنين وانت ساكنه الدار. انا كنت تما بزاف. كيف انا كنت تما وانت ساكنه بزاف؟ الدار 9 سنين؟ هاد 9 سنين كلها اللي كنتي عايشه في هاد الدار هادي كنتي من العمار ديال البيت، ودابا انت كسكنتي في هاد البنت هادي، واش هي اذاتك باش سكنتيها؟ هي اداتيش ما اداتكش. سميتك فاطمه قلتي لي؟ انا سميتي فاطمه. فاطمه، فاطمه من عمار البيت. كنتي كدوري في البيت وساكنه 9 سنين، خطره واحده سكنتي هذا الجسم هذا؟ ما دخلتي لا بسحر لا بعين لا بحسد لا حتى حاجه. دخلت سحر 9 سنين وانت كدوري في الدار ودخلتي بسحر؟ اه. وضحي لي، انا بغيت نفهم، انا ما فهمتش. فهميني. انا نقول لك هما داروا واحد سحور، واه، داروا في عرس دنيا. في عرس دنيا؟ زيدي. داروا واحد سحور، داروا في الدوج. واه. هيا شيماء تاعت الدوج. واه. واشت كاشت شيماء. هي كاشت شيماء. صافي انا سكنتها. وانت سكنتها؟ انا سكنتها. دابا هاد السحور هذا فين كاين؟ كان في الدار. رشوه؟ اه. فين مرشوش؟ في الدروج. في الدروج مرشوش؟ اه. وهي كانت طالعه مع الدروج؟ نفس الكلام اللي قالت امها، هادي شهرين كانت طالعه مع الدروج بنتك. تكلمي، هضري، احكي لي القصه، بغيت نسمع من فمك. هكا كانت طالعه مع الدروج مع قالت تنعس. واه، طالعه مع الدروج تنعس. هي تنعس. وكان عرس؟ لا. وهي شيماء لصق فيها هاد الشحال. لصق فيها هاد السحور هادي شحال، وانت لقيتي فيها السحور ودخلتي؟ وما كانش خدم، كان خدم فيها الصح، ما كانش خدم فيها بزاف. كتقولي كرشيت وجعني. واه. دابا ما عندهاش سحر ماكول؟ لا. عندها غير مرشوش. اه. غير مرشوش في الدروج. اه. ملي جات قلتي لي طالعه مع الدروج؟ طالعه مع الدروج غادي تنعس. مشات تنعس، مشات تجيب حويجات، مشات للحمام، مشات تمغط تما في واحد الكرياج تاع الدروج، مشات تدخلهم. دخلت المره الاولى الزوجه مشات تجي، اللي ضربها ضربها تما. انا ما درت والو. تما سكنتيها انت؟ اه، انا سكنتها. هي كانت مع الدروج، انا سكنتها. كنت في باب هول، باب واحد هول عندكم فوقا. انا كنت في شنق. واخا. دابا انت واش هي الديانه ديالك بعدا؟ نصرانية؟ صليب؟ مزيان. واخا. دابا كتبغي عيسى؟ معليش، يلا انا سولتك جاوبني، كتبغي عيسى؟ نقول لك دابا انت نصرانية قلتي، انا سولتك قلتي لي انا هاك، مفهوم؟ يلا شوفي فيا، ثقي فيا، ثقي فيا، انا ما عنديش ربح نعاديك والله. انا اهدرش معاك حدا هادو. لا، لكن هادو دابا نسول. لا، انا هدا معاك وحدك. وحدي؟ لكن لا يجوز، خصي يكون معها المحرم، هذا حرام. انا بغيت هدا معاك وحدك، انا هداش معاك. ولكن غدخل الزوجه ديالي وخرج والديها، مفهوم؟ ولكن بوحدي انا وياك لا يجوز. اه، مفهوم؟ اه، واخا. يلا صافي، من افضل ندخل الزوجه ديالي ولا نخلي واحد فيهم ولا يقعدوا بزوج؟ اخليهمش زوجة. علاش ما بغيتيهمش بزوج؟ لا، راكي عارفة بلي انا ما كنلبيش الرغبات ديال الجي، بلي اللي طلبتي مني انني غادي نخرجهم غادي نديرها متعمد وما غاديش نخرجهم. حيت هذا، شوف انا غادي نفهمك انت، دابا النصارى عندهم اعتقاد، واليهود عندهم اعتقاد، والمسلمين عندهم اعتقاد. دابا الاعتقاد ديال النصارى عندهم اعتقاد ديالهم، اعتقادات ما خصش تكون دي وما خصش دير دي وما خصش. حنا من الاعتقادات ديالنا ما خصناش نطيحك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الأصل والأولى يكون معها المحرم با ولا ما، مفهوم؟ هذه النقطة. دابا أنا لا طاعتك غادي نحطم الدين ديالي ونحطم العقائد ديالي. أقعد معايا خيرة. شكون خيرة؟ ما هادي خيرة، هاديك ما ماشي خيرة، هادي قعدوا بزوج إن شاء الله صافي، وعادي أمر طبيعي بسيط. أنا أقوش أقعد مدة كبيرة. كيف؟ أنا أقوش مدة كبيرة. مضال الكبيرة؟ ما تبغيش تقعدي مع مضال الكبيرة؟ ما بغيتش تقول هاد الحوايج هاد مضال كبيرة. لا معليش. لا انا اقولش. انت كتخاف، كتخافي زعما من فتنة زعما؟ انا اخافش، انا احشم منو مضال كبيرة. تحشمي منو؟
الحشمه من واش اللي تحشم من تكون بنته؟ هادوك حد الحشمه هاد الحياء والوقار والورع من علمك؟ انا بغيش واش انا بغيش احشم وتا كبيره. شوفي نسايهم انت حسبيهم ما كاينينش، سيروا جلسوا ليها في التالي، سيروا جلسوا ليها في الكونت، نسايهم نسايهم، دوري كرسي عندي بقلبي كرسي عندي عدو عندك؟ واه دوري كيما راني انا داير عندك. عدو عدو دابا جلسي مرتاح، كي مرتاحة؟ الحمد لله. فاطمة كتبغي عيسى؟ وي كتبغي عيسى، واش كتعرفي على عيسى؟ عليه السلام عيسى؟ عيسى با والو كتعرفي عليه والو، ولكن كسر دوك الشيء الدينه ديالك درتي ليه هكا، يعني نصرانيه مسيحيه نصرانيه جاوبي اه. ودابا مادام انك نصرانيه الا وعندك عقائد ديالك، والنصارى كيعتقدوا ان الرب ديالهم هو عيسى هو المسيح، وكيعتقدوا انه ابن الله هكذا، اذا كتبغيو عيسى كتبغيوه بزاف. واخا التبيان والتوضيح، الكتاب ديالكم التوراة ولا الإنجيل؟ التوراة والإنجيل. لا لا جاوبني بصراحة، واش الكتاب ديالكم هو اسمه هو؟ ما عرفتيش؟ ما عرفه والو. واخا الإنجيل مفهوم، الإنجيل هو الإنجيل. دابا حنا علاش دينا الإنجيل من أول صفحة لآخر صفحة مفهوم؟ يوحنا طلع ونزل مفهوم، اي اصحاح غادي ندورو نقلبو فيه ما غاديش نلقاو فيه عيسى عليه السلام شرع الجن يسكنوا اجسام الانس مفهوم في اي اصحاح. انا كنت في هذيك الدار. انت كنتي في ديك الدار ولكن العقيده ديالك كتسمح لك انك تسكني اجسام الناس؟ صح انا بغي شيماء. بغيتي شنو؟ انا بغي شيماء، لكن هذا حرام، هذا ما يبغيش الله عز وجل وما يبغيش حتى عيسى، فهمت المقصود؟ هذا ما يبغيش ربي، هذا ما يبغيه لا ربي ما يبغيهش عيسى ما يبغيه تحت ما يبغي هذا الشيء، هذا حرام فهمتيني؟ افهمك فهمتيني، هذا حرام في اي ديانه حرام. ربي خلق الانس العالم ديالهم الخاص، وخلق الجن العالم ديالهم الخاص، يعني لا يجوز اننا نخترق عالم اخر من غير ديالنا. ولا كنتي كتبغيها؟ كتبغيها عزيزة عليك كتبغيها؟ أشي ما أنا بغيها تبغيها، ولكن أشي ما أدروا لها السحر فهمتي؟ دابا شي ما ملي داروا لها السحر ما وكلوكش انت بهذا السحر. أنا خليتها خليتها وكنت كنت ما مشيتش عندها البارح وليت أنايا. كنتي ما مشيتش عندها والبارح وليتي؟ وليت البارح. لكن هذا لا يجوز، هذا هذا لا يجوز. أنا أنا من بعد شيماء الصحة بقى في الدار. تبقى في الدار ولكن هذا لا يجوز. أنا كنت بزاف هاديك الدار قبل ما يجيو هما. أنا كنت فيها بزاف. فكاش كنتو في هاد الدار نتوما؟ 16 سنة. نتي قلتي لي 9 سنين وانت في الدار. أنا 9 سنين في الدار. ودابا هما قبل منك في الدار والبيت ديالهم، عندك عندك كاينه غير بوحدك في الدار ولا معك واحد اخرين؟ عندي ولادي. عندك ولادك في الدار؟ عندي راجلي. عندك ولادك وراجلك في الدار وكتسكني فيها وكتبغيها مزيان. سؤال، ملي كتطلع مع الدرج ولا كتكون تمشى كتشوف شي حوايج هي كتقول لكم؟ واش كتقول لكم كنشوف؟ عندي ولادي. اجي جلسي هنا، بغيتي خير اجي جلس، زيدي كرسيك هنا يخليك الحاج تما يخليك، الله يجزيك بخير. يلا رفعي صوتك. قلت لهم اولادي عندي، عندي ولادي جوج ولادي وراهم حانينكم وانا يا فاطمه كما تقول هي وانا ما غاديش نادي شيماء وراني ساكنه في واحد البيت تما فيها كبيره صاله. رفعي صوتك فوق. قلت انا ساكنه في كل جوج بيت ما تدخلوهمش. جوج بيت ما تدخلوهمش، هذا الكلام على صواب؟ عندك الولاد انا عندي ولادي فوقا فوقا في السطح؟ لا فوقا في بيت في بيت. يلا سمعيني غادي نقولك واحد الحاجة، دابا راكي جنيتي على نفسك، غادي نعطيك حلول مفهوم؟ عشا غادي نعطيك حلول. واش بغيتيني نتعامل معاك باللين ولا بالقصوة؟
لا أعمل شي معايا قسوة، أعمل أعمل معايا قسوة، أنا أخرج أنا أخرج شيماء، أخلي شيماء أنا أقبضنيش. الحمد لله أنا مبغيش نعذبك. إلا ما خرجتيش من شيماء وخرجتي من ديك الدار أنتي وولادك، غادي نتكرفص عليك مزيان أنتي وولادك. أنا ولادي ما تلقاهمش. أنا غادي نقولك واحد الهضرة، الا ما لقيتيش واحد الحل وفكرتي تخرجي دابا في هذه اللحظه، غادي تلقايني هذه الليله مور صلاه العشاء في الدار. مفهوم؟ انت تدخل الدار انا خرج. انت تدخلي للدار انا نستعد نربطك في هذا الجسم وما تخرجيش ابتداء من دابا. نديرو تجربه ونربطك ونوض نضربك. لا نديرو كما كيقولوا نسييو. لا لا انا بغيتي نسيو ما عنديش اشكال، درك نربطك وأتحدك تقدري تنزلي ولا تطلعي ولا تخرجي ولا تهربي. جيد؟ ألا خليني معك رطب. مفهوم؟ أنت يا طب أنت خصك تكوني رطبة. مفهوم؟ أنا أقول لك أنا رطبة. أنا بغيت نقول لك خصك أنت تخرجي منا ما تبقايش. مفهوم؟ وهذا لا يجوز. أخرج؟ أخرج؟ تخرجي الآن وما ترجعيش. مفهوم؟ وديك الدار ما خصكمش تقعدوا فيها حيت هذا لا يجوز، هذا حرام. وباش هاد البنت هذه غادي تبقى تشوف الجن يدوروا في الدار ويصولوا ويجولوا في الدار وتعيش هاد الاحداث نتاع الرعب وافلام ديال الرعب في الدار اللي ما غادي يفهمها لا طبيب لا طبيب نفساني، ما غادي يقبضها لا سكانر لا اشعه ما فوق البنفسجيه. مفهوم؟ يعني اتقوا الله في اجسام الناس. هادشي اللي بغيت نقول لك. الا كنتي حق النصرانيه هذه ماشي من خصال النصارى وماشي من الوصايا ديال عيسى. مفهوم؟ مفهوم؟ وعيسى الان غادي يكون غضبان عليك من فوق سبع سماوات، واكبر واحد غادي يكون غضبان عليك هو رب عيسى اللي خلق عيسى. مفهوم؟ يعني دابا اتقي الله عز وجل واختاري واحد الحل الوسط، تخرجي طاعه لله تنفع راسك. انا هاد الحصه فيا ما غاديش نضربك فيها وما غاديش ناديك فيها، بصح اقسم بالله الذي لا اله غيره لا رب سواه ابتداء من هاد الحصه. الى هذه اول مره جيتي لعندي، هذه الحصه ديالك الاولى، ما عذبتك ما ضربتك ما قريت عليك ما درت لك حتى حاجه. مفهوم؟ وديجا ديتو عند راقي. نعم. شحال من راقي؟ 10 10 ديال الرقات. عمرت قالت هاد الهضره هادي؟ لا لا تكلم بصوت مرتفع. عمر هاد الجيني اعترفت بهاد الامور؟ لا لا. بصح ملي اعترفت بهاد الامور وبديتو تربطوهم مع الاحداث لقيتوهم حقيقيين. القضيه ديال الدروج تسرعت في الدروج، العرس، السحر اللي طرش، الابناء اللي كتشوفهم هي في الدار، هاد الكلام ما تقالش. الحمد لله. ولكن هاد الامور ما كانتش مكشوفه بحال هكا، يعني تكشفت امور بزاف مع انها دازت عند 10 ديال الرقات. وانا كنقول لك من هذا المنبر والذي رفع السماء بغير عمد والذي خلق عيسى وموسى، مفهوم، ومحمدا بعثه بالحق، الى ما خرجتيش الان غادي تكرفسي وتسوفري معايا. اكفس ايام حياتك غادي تدوزيها معايا، غادي تدوزي معايا ايام في الجحيم ماشي ساعه في الجحيم. مفهوم؟ يعني فكري مزيان، وبغيت هاد الحد هذا ينتهي الان في هاد اللحظه، تخرجي الان وتمشي الان وانتهت القصه. مرضنا ما عنده باس، عيشي فين ما بغيتي. الاصل والصواب هو منع الاذيه ومنع الظلم ومنع الاعتداء على اجسام الناس. مفهوم؟ هذا هو الاصل. اتقي الله عز وجل، تخرجي طاعه لله ربي يعوضك خير. بغيتي الحرب راه سهله جدا، يكفيني كتاب الله عز وجل، ماشي شطاره ولا حدا قامني، بصح كان واعدك اللي ما داروش قبل مني غادي نديرو فيك. مفهوم؟ يعني طاعه لله الا كتفهمي اللغه العربيه مسلك مسلك سهل، خرجي طاعة لله. الدرجة أنا أن بالليل إن شاء الله باش ما كان بأي وسيلة غادي نزورهم في الدار إن شاء الله تعالى نحيد داك الشيء. باقي عاد في الدرج؟ سحر مرشوش؟ كونيكسيون ثقيلة ما خداماش. حضري سولتك جاوبيني. باقي سحر مرشوش في الدار؟ جاوبيني. أباكي. جاوبيني. باكي. فين باقي؟ في الدرج. في الدرج. صافي، هذا السحر اللي باقي في الدرج غادي نجي أنا نحيدو. أنت خصك تخرجي دابا. مفهوم؟ الا ما خرجتيش دابا الحصه الجايه غندوقك الويلات. انتهى الكلام، كلمه وحده من زوج، تخرجي ولا ما تخرجيش؟ غادي خرج دابا وما توليش وما تخبيش في رجلها ولا في صبعها ولا في يدها ولا في ودنها ولا تستخفاي، نطلعك نقتلك عصا. مفهوم؟ انتهت القصه. قل ربي زدني علما. دابا الان في هذه اللحظه الان بسم الله اقسم بالله العلي العظيم ما غاديش نزيد نهضر معاك موراها، ما غاديش نزيد نهضر معاك، غادي تعربي. شتي ابتداء من الحصه الجايه ما غاديش نقول لك خرجي، غادي انت تعربي. مفهوم؟ مفهوم؟ راه كاين اساليب باش نجيب ولادك، وان جريتي عليهم وخرجتيهم من الدار راس عامر.
بسم الله بسم الله بسم الله. سمعيني اختي راكي معايا سمعيني. كانت بكوشه جاوبين مبكش ما كتهضرش راكي تهضري اختي كتسمعيني كتفهميني راكي مزيانه حسي بشي حاجه خرجت منين خرجت من الراس خرجت من الراس ديالك كانت وما بقاتش احساس حقيقي كنكون ثقيله ملي كان دركا خفافيتي كتكوني ثقيله ملي تكوني غايبه دركا خفافيتي اللهم لك الحمد وحتى ترضى راكي مزيانه الان مزيان الحمد لله يلا دابا حاليا باذن الله عز وجل النقط الشرط الاساسي انها ما تمشيش للدار داركم فيها دبروا راسكم دي عاد شي بلاصه اخرى واحد الدار ديالكم ما تمشيلهاش هذه نقطه وغادي نخلي الرقم ديال الهاتف ديالكم عندي ان شاء الله غادي نسقوا ان شاء الله هذه الليله باذن الله غادي نكون جاي معطل 12 ديال الليل ولا الوحده ولا المهم يكون خير باذن الله عز وجل والله يوفقنا وياكم الخير. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ربي ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا نتوب اليك. اللهم يا ربي اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا. اللهم يا ربي اهدنا للحق واهد بنا واجعلنا يا ربي للحق هداة المهتدين. اللهم علي غاية الحق والدين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالنصارى اللهم عليك بالنصارى ومن نصرهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم عليك بالمجوس ومن جارهم. اللهم عليك بالمسرونيه وشياطينهم ومرضتهم وعفاريتهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واضرب الساحرين بالساحرين واخرجنا من بين يديهم سالمين غانمين. اللهم ارفعنا قدرنا بالقران وعلي شاننا بالقران. اللهم كلنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. لا اله الا انت ربي عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا اله غيرك وهلك عدوك. لا اله الا الله لا اله الا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربي ما كان صوم فيك وحدك ما كان خطأنا وسهمنا انزلنا نسيان فبسم الشيطان. اللهم رسول منه براء الله اعلى واعلم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم.